شهرة وانتشار الفنان محمد قماح بعد مشاركته في الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب الشهير ستار أكاديمي. واتوقع له الحقيقة عدد كبير من النقاد انه يحقق نجاح كبير، خاصة انه فنان شامل، وبالرغم من وجوده على الساحة وخطواته الثابتة الا ان بعض النقاد شايفين انه لازم يجتهد اكتر وينوع في اعماله. في التقرير اللي جاي هنعرف من محمد قماح اخبار مشروعاته الفنية الجديدة مع الفنان حميد الشاعري، وهل فعلا هيخوض تجربة التمثيل ولا لا. مع استاذ حميد الشاعري اغنية لكاس العالم، يبقى برضو دويتو ان شاء الله باذن الله قريب هتنزل. اغنيه اسمها ام احمد في البلكونه. ام احمد في البلكونه يعني اسمها غريب شويه، بس يعني ان شاء الله تبقى فكره جديده والناس تعجبها يعني. وبحضر اغنيه طبعا سنجل ليا تانيه اسمها حبيبي. بص، هو دلوقتي يعني بالنسبه للكاسيت اتطور شويه عن زمان، بقى فيه ديجيتال ماركت، وبقى فيه كول تونز ورينج تونز، وبقى فيه يوتيوب، وفي انواع تانية زي الكاسيت بتبيع عليها الاغنية بتاعتك وبتحط عليها اعلانات وكده. فهو دلوقتي الموضوع ابتدى يفتح، واعتقد ان هينتعش تاني فكرة ان يبقى في اغاني كتيرة. بس ان شاء الله بقى ان الناس تبتدي تسمع يعني تسمع انواع مزيكا مختلفة، ويبقى في جمهور لكذا نوع ذوق للمزيكا يعني. دخلت عملت مسرحيه اسمها بيت الفن، كانت في مسرح البالون وتابع مسرح الدوله، وكانت تجربه بالنسبه لي جديده ومختلفه وكنت حاببها جدا، ونفسي اكررها تاني. ولو جات لي فرصه في التمثيل في فيلم او في مسلسل او اي حاجه انا بالعكس هاخدها، لان انا بحب التمثيل جدا، وان شاء الله يعني يبقى ليا يعني نجاح في الحته دي كمان بتاعت التمثيل. هنروح لفقره اخبار وشائعات.